هاي ازيك معلش اتفضلي ميرسي ثانك يو ثانك يو ميرسي ازيك يا دولي الحمد لله انت عامل ايه كله تمام الحمد لله الحمد لله ثانك يو بقول لك على حاجه بعدين ثانك يو ميرسي شو ثانك يو ثانك يو ثانك يو كده كويس كويس ما تديلوش وش قوي لان هو مش طبيعي حرام معلش حرام ما هو احنا كنا فاكرين انه حرام بس المشكله انه هو لا 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 انت مش فاهمه انت نوتي ايه لا والله لا لا الحاج مع انتصار عنده مش عارفه الهلع الفنانات عمل لنا مشكله والبوليس جه كمان اه طيب معلش يعني خليكي عاديه ما تديلوش وش بس عندك تمام اعملي له كده بس عشان ايه كده يعني ايه كده كده يعني اوكي تمام المايك اوكي مايك آه. دي علامه المايك مايك اوكي, أوكي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك مرسي 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 الله يخليك ثانك يو ثانك يو ثانك يو حرام 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 يعني احنا بنخاف ان نعمل حاجه لا لا حرام ما تقلقش انت حره انا هزعتك مساء الخير مستمعينا حلقة مختلفة ومتميزة لأن معانا النهاردة ضيفة جميلة وصاحبة صوت جميل أثرت قلوبنا كلنا من زمان أو من فترة مش بالقريبة ومش بالبعيدة ضيفتنا النهاردة هي النجمة الجميلة والمطربة الجميلة الفنانة دولي شاهين دولي أنت منورانا ومشرفانا النهاردة ميرسي الله يخليك عاملة إيه كل سنة وأنتي طيبة وأنت طيب الله يخليك كله جميل الحمد لله طيب دولي الأول هنتكلم عن مسلسلك أو دورك في المسلسل أو السيت كوم شريف ونص عايزين نعرف الدور إيه دوري اللي هي الجارة الجديدة المفروض ان العيلة نقلت من مكان لمكان تاني من حتة لحتة تانية وسكنوا في عمارة جديدة فانا المفروض ان انا الجارة اللي هو ساكنة جنبيهم يعني في الشقة التانية فجارة متطفلة بقتحم حياتهم وبفرض نفسي عليهم بعجب شريف المفروض اللي هو شريف رمزي وببقى عايزة ان احنا ببقى عايزة ان انا يعني اللي هو اتجوزه وكده فبس مواقف كوميديه وفي عندنا ضيوف كتير قوي في الحلقات السيت كوم وبس الادوار دي ما بتقلقكيش يا دولي دور المتطفله يعني انت دايما الناس واخده عليكي في دور فنانه مطربه في الفيلم او يعني بادوارك رومانسيه نوعا ما لكن دور كوميدي انا اقترحت ان يبقى دور متطفله يعني كنت عايزه ان يبقى في حاجه مختلفه ويبقى شويه الدور له طابع كوميدي ككاركتر يعني فبصراحه باخذ جوزي ادانا اقتراحات كتير قوي كانت منها انه موضوع يبقى منها انه يبقى موضوع انها متطفله وحشريه والكلام ده طيب دولي بتتضايقي لما بتتعرضي لنقد معين ايه النقد اللي بيضايقك جدا لا ما فيش اي نقد بيضايقني خالص خالص لا يعني لو كان نقد مثلا فني اتعلم منه لو كان نقد في حاجات تانية ما بتهمنيش ما ببصلوش يعني مش شايفه ان العمل في موضوع السيت كومز ده ممكن يقلل شويه يعني انت ابتديتي سينما واشتغلتي مع مخرجين كبار لكن السيت كوم بيبقى دايما مرتبط باعمال شبابيه شويه ناس لسه ما وصلوش لمرحله عاليه من النجوميه بالرغم ان مثلا فنان اشرف عباقي بيعمل سيت كوم بس هو بيعملها كنوع من الفانتازيه لكن لا هو لطيف يعني فكرة السيت كومز لطيفة احنا معنا برضو ناس يعني نجوم برضو معنا استاذ سمير غانم ومدام سوسن بدر ومعنا نجوم كتير قوي يعني فنانين كتير قوي
فبالعكس يعني موضوع بالعكس السيت كوم انا بحس ان هو بيقرب الفنان من الناس اكتر. يعني يخلي الناس تحس ان لو نجح الفنان لو كان دمه لطيف بيحبب الناس فيه اكتر يعني. فبالعكس يعني ما بحسش ان هو بيضر بالفنان بالعكس. طب دولي انت عامله اغنيه راب وتتر مسلسل مظبوط؟ عايزين نتكلم عليهم. هو تتر المسلسل اكمل تتر المسلسل أغنية الراب تتر المسلسل هي الأغنية الراب تتر المسلسل احنا المفروض هنصورها في اليومين اللي جايين وهنسجلها هنصورها إن شاء الله ونسجلها وبس. كده كويس أبا. اه مظبوط أبا. 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 ربنا يخليك أبا. ربنا يخليك أبا. أبا. لما انا متجوزه اهو جوزي ورا لا أبا. هنسافر فين انت ما اتجوزتش لسه أبا. ان شاء الله تتجوز أبا. نتجوز انا وانت أبا. ما ينفعش انا متجوزه أبا. لا ما انا بحبه معلش انت زعلت انا معلش انا انت طبعا كويس جدا انا انا في ايه خلاص يطلع بره في ايه ده بيغلي اطلع بره في ايه بوبي ريلاكس ما بدها هالقد بوبي حرام وعمل ايه لا معلش ده جوزك معلش بوبي ايه اللي حصل معلش حرام سوري صح سوري حرام بوبي معلش يا استاذ وائل استاذ وائل احنا نسيسه لكن الضيوف ما لهمش علاقه بيه باخذ كرمالي معلش معلش كرمالي انا بليز دلوقتي بقت الموضه السينما رجعت تاني فلو اتعرض عليكي بطوله جماعيه بس مع مطربين اخرين ممكن تعمليها يعتمد على طبعا السيناريو يعتمد على شركه الانتاج ويعتمد على حاجات كتير قوي يعني ان شاء الله نتكلم عليها في وقتها لو حصل حاجه زي كده طيب دولي انت من الممثلات والمطربات اللي ليهم باع طويل جدا في مجال التمثيل في الفتره الاخيره بتصنفي نفسك ممثله ولا مطربه يعني ان شاء الله لا الممثله ومطربه مع بعض يعني انا بحاول ان انا تبقى اعمالي متوازيه وان انا اغني وامثل او ان انا اغني في الاعمال اللي بقدمها ف يعني فانا يعني ان شاء الله لا مطربه وممثله الاثنين مع بعض مستمعينا خليكم معانا النجمه والمطربه الجميله الفنانه دولي شاهين هي اللي معانا النهارده تابعونا بعد الفاصل ربنا يكون في عونك طب يعني يا باشمهندس مش هينفع كده حد يبلغ دولي لا انا مش هقول لا هتقول ايه اتخانق مع جوزك بره لا 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 ليه يا بابا معرفش فين ده ضربه يا استاذ وائل لا يا جماعه طب حد بيتخانقوا بره باخس دولي بتفضلي العمل مع حد معين في شغل الالبوم لا انا بحب التنويع يعني بحب ان انا انوع بحب اعمل لهجات كتير وبحب اعمل ستايلز مزيكا كتير بحب يعني ان انا اتعامل مع كذا حد مش مع حد واحد خاصه ان التنويع يعني محتاج ان يبقى فيه كذا كذا ملحن او كذا شاعر عشان يديك اختلاف فبس كده دولي فيما يتعلق بالالبوم انت بتفضلي العمل مع شركات انتاج ولا الالبوم انتاج خاص هو الالبوم انتاجي طبعا بس طبعا افضل ان يبقى فيه يعني انا ان شاء الله يعني ان شاء الله بظبط مع كذا يعني بعمل نيجوشيشن مع كذا شركه عشان نستقر من الشركه اللي هتنزل الالبوم وطبعا اسهل بكتير يعني ان يبقى الموضوع مع شركه انتاج عشان الانتاج الخاص ده بيبقى صعب قوي الالبوم بيكلف فلوس كتير ف ايه
باخوز بليز. شو بك يا يا استاذ وائل؟ ايه بس يا بوبي انت كتير كمان انه حرام. طب بس ما تضربه انه حرام، ما معطر هيدا بده عصفوريه، هيدا ياخذوه على مستشفى المجانين والمخبوس. حرام يا بوبي ما تحكي هيك، حرام معطر. حرام. باخص باخص باخص. باخص بليز. خلاص خلاص الامن خده، خلاص خلاص انا لازم اسجل عندي نشره. طلعوا بره. دي كذا باب كذا باب.